مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. بهون ستوري على الانستغرام أعلن دايلر عن بدايته الجديدة بتصوير فيديو كليب لأغنيته رسالة. صارت جاهزة وكان ينتظرها جمهوره من قبل أشهر قليلة. سيناريو تهديد قنوات صانعية المحتوى العائلي الموجه للأطفال تكرر مرة ثانية هاي السنة، اللي كان واجه قنوات في سنة 2017 من بينها قناة عائلة مشيع. ما توقعت انه راح يجي هذا اليوم بهذا السرعة، اليوم اللي نواجه فيه صعوبات كبيرة لدرجة انها تهدد وجودنا او استمرارنا على هذه المنصة اليوتيوب. امس رفعنا فيديو جديد على القناة وكالعادة تعبنا عليها وقعدت طول اليوم يوم الجمعة منتج فيها. بعد ما رفعت الفيديو لعامت الناس في اقل من ساعة اليوتيوب نفسها حذفوه. طبقت اليوتيوب نظام إلكتروني لمحاربة المحتوى الغير لايق على اليوتيوب اللي تستهدف الأطفال، وبما أن اليوتيوب صنفت قناتنا كقناة عائلية، النظام الإلكتروني هذا الجديد بيشتغل في قناتنا، لأن هذه التغييرات تهدد استمرارنا على اليوتيوب. فهالمرة اليوتيوب أصدر قوانين جديدة تخص القنوات الموجهة للأطفال، من بينها تقفيل التنبيهات وتوقيف الإعلانات المخصصة. بما أنه قناة عائلة مشيع موجهة للأطفال فرح تنطبق هالقوانين على قناتهم. فنشر مشيع الغامدي على صفحته على تويتر هالتغريدة وكتب: اليوتيوب رح تقفل التنبيهات على القنوات الموجهة للأطفال ورح توقف الإعلانات المخصصة. أتوقع إحنا رح نتأثر بشكل سلبي لما يطبقون هذه التغييرات، وممكن تكون نهايتنا على اليوتيوب. نزلت أغنية موني كيكس اللي كانت مع دايلر وأسوان وديزاينر وفاتجو ورافتار اللي كانت بعنوان وليفين لايف يوم الأربعاء اللي فات 4 سبتمبر. حيث حققت الأغنية نجاح كتير كبير، فصارت من أعد أيام من نزولها على أنغامي بالتوب 1 من بين الأغاني الهيب هوب. فكمان الفيديو كليب صار ترند الثاني بالسعودية والسادس بمصر والعاشر بالجزائر. على الفرة وكن راكب البوغاتي داون تاون ناسي مع أنيساتي يوم بيجي كلاس ويوم مزراتي كنتي فيني بارا أو كان ديزاينر عادي جدا تتصل علي ريانا قولي أمس نطلع طلع فنانة المدينة. من بعد التعاون اللي كان من طرف نمشي وميبلين اختيرت صفصرون لعمل تغطية شاملة لأسبوع الموضة بنيويورك خلال شهر سبتمبر على حساب نمشي على الانستغرام، حيث رح تكون حاضر صفصرور في عدد كبير من الحفلات وعروض الأزياء. فعمل نمشي مقابلة مع صفصرور وسألها عدة أسئلة من بينها ما هو ستايل الملابس اللي رح تعتمده خلال الرحلة، وما هي المنتجات اللي رح تستخدمها صفا، وما هو الشيء اللي رح تفتقده خلال رحلتها. فعرضت المقابلة على شكل مقال على موقع نمشي. اختير عمر ماكس HD ليكون مقدم حلقات برنامج أكشن رويال، حيث عمل بهالعمل بشكل سري جدا حتى تم إصدار الحلقة الأولى من البرنامج. هلا والله في البرنامج الجديد، حيث تم استضافة بدور وخلودي 25، حيث موضوع الحلقة كان تحدي ببجي، حيث كانت عبارة عن تحديات بدأت بالتحدي الأول تحدي الإزعاج، حيث خالد وبدر يلعبون ببجي وعمر يحاول يزعجهم بكل الطرق لمدة 30 دقيقة. أما الفقرة الثانية فتغيروا الضيوف وصاروا أحمد شو وبندريتا، واسم الفقرة كان موسوعة ببجي، حيث كانت الفقرة عبارة عن أسئلة من لعبة ببجي. صور زواج نور ستارز.
من بعد ما نشرت نور صورتين على الانستغرام، الاولى كانت صورة خواتم العرس وباقة ورد وعلقت صدق مخطوبة يا فلانة، بلشت الناس تتساءل هل نور انخطبت او تزوجت واذا كان هذا مقلب. فبعدها بيوم نشرت نور ستارز صورة تانية وهي بتظهر بفستان العرس وباقة ورد. فمن هالبوست بلشت التساؤلات والتعليقات تزداد، فشفنا اختلاف كتير كبير من طرف الناس بالتعليقات، من بينهم اللي صدق وبارك لنور، ومن بينهم اللي قال انه هي تكملة لسلسلة كويتي فلوجر اللي كانت تحكي عن الزواج المزيف. مو من بينها كمان اللي هاجم نور. بين الناس اللي هددوا وهاجموا نور كان مقدم البرامج على الام بي سي محمد سال، فكتب اذا ما تزوجتي وطلعتي تلعبي بمشاعر متابعينك انفولو. فالايام الجاي من شهر سبتمبر راح تكشف لنا سر زواج نور ستارز. مبارحة كان اليوم الثاني من تصوير فيديو كليب محمود العساوي الجديد، حيث صور محمود القليل من الكواليس بستوري على الانستغرام. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.